كان المولد عام 1959. عاش طفولته في قريته شير الخراب التابعة لمنطقة البهلولية في أسرة مكافحة وسط طبيعة ساحرة. كانت مساحته للتأمل والفن بعيون مبتهلة ترى كل شيء في الطبيعة راسخا في ذاته. إنه الفنان سعيد عباس. أول ما بلشت عندي إحساس هيك بشيء بقيام الجمال، شوف أي شيء جميل بالطريق مثلا يسترعي انتباهي، أنا وقفت أتأمله. يمكن حجرة ما بتعني لشخص آخر، يمكن ما بتعني له شيء، يمكن أنا أشوف فيها وجه، شوف فيها وردي، شوف فيها نحلة مثلا. درس في مدارس قريته وتألق في الأعمال الفنية والرسم، ودفعه عشقه للفنون إلى السفر والالتحاق بأكاديمية الفنون الجميلة نيكولاي غريكوريسكو ببوخارست في رومانيا. وقد بدا تأثره واضحا بالمدرسة الشرقية الروسية التي لا تخلو من حالة صوفية تضيف إلى العمل الفني رسوخا في التعبير ومهابة في التأمل. وكانت العودة إلى أرض الوطن في عام 1984، وله الكثير من المشاركات في المعارض الدولية والمحلية في محافظة اللاذقية. اكتشف هاي الكتلة مثلا، وهي بتطلع عندك جسد امرأة، شلت الزوائد عنها أظهرت الجسد، وتطلع عندك كتلة ثانية، والله هاي الكتلة بتطلع معي أنا بهالشكل، طلعت طلع عندك الشكل الثالث، هاي الكتلة أنا هيك لازم تطلع معي، تطلع عند هاي زوائد عم تشيلها عنا، يعني شلنا الغبار عنا مثل بيقولوا، عندك كتلة ثالثة، هاي الكتلة أنا مفروض تكون معي بهالشكل، فبتطلع، فتحس إنه القطعة هي عم تقول لك شو لازم تشتغل. تتميز أعماله النحتية على الخشب بتعبيرية عالية ومسحة صوفية لا تخلو من تأمل وغوص في عمق الذات. يبدو العمل متكلفا بصياغات متشابكة في القاعدة، وقد بدأت تتخلص من التشوش في الوسط لتنجلي الفكرة وتتبلور في القمة. في حركة أميل للانبثاق أو الولادة أو ربما وضوح الحقيقة.